حفقت هاد الصباح بكري حيت عندي النهار عامر. غسلت وجهي ومشيت للكوزينه هي الاولى باش نوجد البري ورك اوت، شربتهم ومن بعد مشيت نلبس الورك اوت كلوز، نشعل الموسيقى ونبدا ب 30 مينيت جامب روب. وجدت الفيتنس مات ودرت واحد 20 مينيت هيت ورك اوت وار، كملتها بالبربيز وهرقتلني هاد الورك اوت. المهم دوشت وجدت حوايجي ولبست باش نمشي نوجد القهوه كابوتشينو ستايل بحال دائما، كتضرب اول جغمه كتفرح. من بعد خديت واحد الكتاب مشيت نجلس في لاتيراس كنشرب في القهوه وكنقرا على خاطري. وجدت واحد البروتين بانكيكس وارين، زدت عليهم البنان طحنتهم وبديت كنشطح. المهم بعد وجدت تراسي باش نشد الطريق حيت اليوم غادي لطنجه. شديت التران اول مره في حياتي، خدمت على الايديتينغ ويمتى وصلت لطنجه مشيت لواحد لوتيل فين خديت شي حاجه من قصي، بديت كنتصور مع المامبا كوميونيتي، ضربت لكم الشطيحه اون ستيج وكملناها كنهضروا على الانتربرينورشيب والباشن. من بعد شديت التران عاوتاني باش نرجع لكازا. اوشو